بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب آخر من كتاب الكافي الشريف بعنوان باب كراهية التوقيت. يعني أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام لم يرضوا بتوقيت ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأن الذي يوقت وقتا معلوما فقد كذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام. أحاديث هذا الباب تتضمن هذا الأمر. الحديث الأول عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام يقول يا ثابت ثابت اسمه أبي حمزة اسمه ثابت ابن دينار لكن اشتهر بلقبه وهو أبو حمزة إن الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأمر في السبعين فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تبارك وتعالى على أهل الأرض فأخره إلى أربعين ومئة فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال ابو حمزه فحدثت بذلك ابو عبد الله الامام الصادق عليه السلام فقال قد كان كذلك فيما مضى في كتاب التوحيد ذكرنا مفصلا بحث البداء وقد ذكرنا الايات القرانيه والاحاديث الصحيحه من الفريقين الشيعه وغيرهم الداله على ذلك. وهو يعني البداء من العقائد الحقه التي لها تاثير كبير في حياه المؤمنين. البداء يدل على قدره الله سبحانه وتعالى. وأنه إذا قدر شيئا فهو قادر على على تغيير ذلك التقدير الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله المحو معناه أنه قد أثبت شيئا ثم محاه او ما قدره اثبته وعنده ام الكتاب يعني الله سبحانه وتعالى ليس اذا غير في شيء معنى ذلك والعياذ بالله انه كان جاهلا كلا البداء في الله سبحانه وتعالى دليل علمه وقدرته نعم نحن البشر لاننا لا نعلم القضايا المختلفه فاحيانا يتبدل راينا حينما تنكشف لنا بعض الحقائق يعني مثلا لم نكن نعلم بشيء فنقرر قرارا ثم لما نكتشف أمورًا لم نكن نعلمها نغير ذلك القرار، يعني مثلًا واحد من عندنا يقرر أنه باشر يسافر، ويهيئ وسائل السفر، صباحًا يستيقظ ويقال له أنه الطريق غير مأمون، لأن هناك مثلا لصوص في الطريق، قطاع طرق، إرهابيين فينصرف عن سفره، لماذا قرر؟ لأنه كان يجهل، لماذا غير قراره؟ لأنه علم، أحيانا الإنسان يغير لا عن جهل وانما لتغير المصالح مثلا المدرسه تقول ان الطالب الفلاني اخلاقه جيده ونحن قررنا ان ندفع له درعا لاخلاقه الجيده بشرط ان يستمر في هذه الاخلاق هسه اذا هذا الطالب غير بدل ساءت اخلاقه يلغون القرار السابق لماذا ألغوا القرار السابق؟ لأن المصلحة تبدلت كان حسن الأخلاق فصار سيء الأخلاق قد يعلمون بذلك لكن حسب الضوابط كان عليهم أن يقرروا القرار السابق. الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، ويقرر قرارات لمصلحه، ثم يغير تلك القرارات لمصلحه اخرى، وهو من الازل عالم بالمصلحه الاولى وعالم بالمصلحه الثانيه، يعني مثلا انسان يؤمن ويعمل بالصالحات يقدر ان يكون من اهل الجنه لماذا قدر الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا الانسان من اهل الجنه لانه امن وعمل بالصالحات بعد فتره هذا الانسان ارتاد كفر، وترك الأعمال الصالحة، وانشغل بالفسق والفجور. الله سبحانه وتعالى يغير ذلك التقدير السابق، ويسجله بتقدير جديد من أهل النار. الله من الأزل يعلم بأن هذا الإنسان يؤمن، وأنه سيقدر له الجنة. ثم يكفر وانه سيقدر له النار. زين عندما آمن وعمل بالصالحات الله قدر له الجنه، هذا العمل كان لغوًا كان عن جهل، كلا حاشا لله ذلك سبحانه وتعالى عما يصفون. وإنما حسب مقتضى عمله قدر له شيء. ثم بعد ذلك عندما غير، الله من الازل يعلم انه يغير. لما غير وكفر وفسق، الله سبحانه وتعالى غير التقدير السابق الى تقدير جديد وانه وهو انه من اهل النار. يمحو الله ما يشاء. ليست مشيئه اعتباطيه ويثبت وليس اثباتا اعتباطيا لان الله سبحانه وتعالى حكيم وعنده ام الكتاب يعني ليس عن جهل وانما اصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ الذي فيه جميع الامور التقديرات وما يغيره من التقديرات والتقديرات الجديده كل شيء الله سبحانه وتعالى سجله في اللوح المحفوظ مثاله القراني قوم يونس قوم يونس لما استمروا على الكفر رغم ان يونس على نبينا واله عليه الصلاه والسلام دعاهم الى الايمان وحذرهم عن مغبه الكفر لكنهم استمروا في الكفر فالله سبحانه وتعالى قدر عذابهم فلما رأوا العذاب تابوا الى الله سبحانه وتعالى وتضرعوا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لما تضرعوا وكانت توبتهم توبه حق، وتضرعهم تضرعا حقا، الله سبحانه وتعالى غير التقدير من عذابهم إلى إمهالهم إلى حين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين الله سبحانه وتعالى عندما قدر لهم العذاب كان يعلم بأنهم سيتضرعون ويتوبون وأنه سيكشف عنهم العذاب هل تقديره كان خلاف الحكمة لا التقدير مع حكمة الآن سنذكر بشكل مختصر حينما تضرعوا الله سبحانه وتعالى غير التقدير لحكمة أخرى زين شنو السبب في ذلك السبب في ذلك هو عدم يأس الإنسان يعني إذا أنا أدري أنه بالدعاء الله سبحانه وتعالى يغير التقدير أتوجه إلى الدعاء إذا عندك مريض أو أنت مريض عندك مشكلة إذا أنت تعلم بأنه ماكو تغيير للتقدير ليش تدعو؟ لا تغيير للتقدير لكن إذا علمت بأن الله سبحانه وتعالى يغير التقديرات تتضرع إلى الله تدعو تتوجه إليه فاذا فائده البداء تغيير التقدير هو تقريب الانسان الى الايمان والعمل الصالح كثير من الناس يدفعون الصدقه لماذا يتصدق على الفقراء والمساكين لان الصدقه تدفع البلاء يعني شنو الصدقه تدفع البلاء يعني هناك بلاء مقدر اذا دفعت الصدقه الله سبحانه وتعالى يغير التقدير اما اذا الناس قلنا لهم خلاص التقديرات لا تتغير على شنو يروح يدعو على شنو يروح يتصدق على شنو يروح يعمل بالصالحات يياس والانسان اليائس ينغمس في الكفر والضلال والفسق والفجور فاذا الله سبحانه وتعالى لمصلحه يقدر ولمصلحه يغير ذلك التقدير يقول الرب سبحانه وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم اذا انت غيرت ما في نفسك الله يغير ما فيك اذا ما غيرت ما في نفسك الله سبحانه وتعالى لا يغير التقدير الذي قدره لك ذلك ان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، اذا انت في نعمه الله يقول لك اذا غيرت لم تشكر هاي النعمه راح ارفعها عنك، لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. والبداء في التكوينيات كالنسخ في التشريعيات. الله سبحانه وتعالى في مكه مثلا لم ياذن للمسلمين للجهاد لماذا؟ لمصلحة لأنه كانوا أقلية إذا أذن لهم في الجهاد كان المشركون يطحنونهم طحنة واحدة يقتلونهم ويقضون على الدين كاملة لكن لما هاجر الرسول صلى الله عليه وآله إلى المدينة وآمن أهل المدينة قويت شوكة المسلمين فالله سبحانه وتعالى أذن لهم في الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وكذلك القبلة كانت بطرف بيت المقدس، الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك الحكم إلى حكم جديد التوجه إلى الكعبة. زين الحكم المنسوخ، الله سبحانه وتعالى حينما شرعه، هل كان يعلم بأنه ينسخه؟ نعم، كان يعلم. لماذا شرعه؟ لمصلحة. لماذا نسخه؟ لمصلحة أخرى. فالبداء في التكوينيات كالنسخ في التشريعيات، وكلاهما دل عليه القرآن والأحاديث. هذا مجمل ما ذكرناه فيما مضى حول البداء. اما بالنسبة إلى حكومة اهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا الحديث الشريف، الحديث الأول من باب كراهية التوقيت، يدل على أن الله سبحانه وتعالى قدر تقديراً أولياً على أن تكون حكومة اهل البيت في السنة السبعين من الهجرة. لكن لما خذل الناس الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وبعضهم شارك في قتاله والأكثر خذله الله سبحانه وتعالى غضب على أهل الأرض حجة الله يخرج بأمر من الله سبحانه وتعالى وبدعوة منكم فتقتلوه وتخذلوه فالله سبحانه وتعالى غضب عليهم فأجل هذه الدوله الى سنة 140 للهجره، الإمام الباقر يقول: نحن حدثنا المؤمنين بذلك قلنا بأن الله سبحانه وتعالى قدر لهذه الدولة أن تكون في سنة 140، لكن عليكم الكتمان حتى يستحكم الأمر، أو كان امتحانًا آخر لهم، فأذاعوا السر. لما أذاعوا السر، الله سبحانه وتعالى رآهم قد سقطوا في الامتحان. فاجلها من سنه 140 الى وقت اخر غير معلوم. الله سبحانه وتعالى لم يذكر ذلك الوقت ولم ياذن للائمه بالاخبار عن ذلك الوقت. الله عندما يقدر شيئا هل التقدير يقيد قدره الله سبحانه وتعالى؟ كلا. هذا كلام اليهود. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. من عقائدهم أن الله سبحانه أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في اليوم السادس استراح. خلق شعبه المختار الآن عندما يشوف هذا الشعب حسب زعمهم مضطهد لا يتمكن من فعل شيء فيبكي مثلا هل الأمر هكذا؟ كلا إذا الله قدر شيء هذا مو معنى أن قدرته تتقيد بذلك التقدير لا له القدرة على تغيير ذلك التقدير لكنه حكيم إذا أكو حكمة في التغيير يغير إذا ماكو حكمة في التغيير لا يغير الله سبحانه وتعالى حتى واحد لا يجي يقول احنا الان عباد الله في ظلم من الظالمين في اضطهاد منهم ليش الله لا ينقذنا يقال لنا انكم سقطتم في الامتحان الا القليل من من وفى برعايه الحق فيهم الامتحان الاول في سلسله هذه الامتحانات حينما خذلتم الامام الحسين عليه الصلاه والسلام يعني اهل الارض وقتلتموه جلوا اهل البيت يحكمون الارض لملاوها عدلا وقسطا بعد ان ملئت ظلما وجورا فاذا حكم غيرهم هذا بضرر أهل الأرض فمن نعم الله سبحانه وتعالى عن أهل الأرض أن قدر لهم إماما من أئمة أهل البيت ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا لكنهم لم يشكروا هذه النعمة فلأنهم كفروا بهذه النعمة الله أخر امتحان ثاني إلى سنة 140 عليكم الكتمان هسه لماذا أمر بالكتمان؟ إما من باب الامتحان لهم فسقطوا في هذا الامتحان وإما من باب أن بعض الأمور يحتاج تحتاج إلى مقدمات ومن تلك المقدمات الكتمان خاصة في امثال هذه الامور. فحينما اذاعوا خربوا الامر. ان الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الامر يعني ظهور حكم اهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لان الله سبحانه وتعالى في القرآن ماذا يقول؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الاظهار يعني الغلبه، يعني الاسلام يغلب على جميع الاديان، هذا لحد الان لم يتحقق، لماذا؟ لانه الان اكثر الكره الارضيه من زمان الرسول الى يومنا هذا يحكمها اديان الكفر، والاسلام لم يحكم الا في بعض الارض، سواء في زمان الرسول أو في زمان أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وكذلك في سائر الأزمنة أهل الكفر يحكمون على أكثر الأرض متى سيكون اللي الدين الإسلامي يظهر يعني يغلب على جميع الأديان وكما قال الله سبحانه وتعالى في سوره الانفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله صاير هذا الشيء في الكره الارضيه من زمان الرسول الى يومنا هذا كلا زمان الرسول الجزيره العربيه الدين الله لكن الفورس الروم دول افريقيا دول اوروبا دول امريكا الشرق الاقصى هذه كان يحكمها الكفار ودين الكفر يحكمها والى يومنا هذا اكثر الكره الارضيه يحكمها دين الكفر وليس دين الاسلام متى يكون الدين كله لله؟ يوم حكم اهل البيت عليهم الصلاه والسلام على جميع الكره الارضيه قد كان وقت هذا الأمر في السبعين يعني سنة السبعين من الهجرة فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه في سنة واحد وستين اشتد غضب الله تبارك وتعالى على أهل الأرض اشتداد غضبه لماذا؟ لأن أغلبهم بين قاتل أو خاذل فأخره إلى أربعين ومائة يعني سنة مية وأربعين أخر سبعين سنة فحدثناكم أخبرناكم بذلك لكن اشترطنا عليكم الكتمان فأذعتم الحديث نشرتوا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم حتى في زمان الرسول مجموعه من المسلمين اما منافقون واما ضعاف الايمان مو منافق لكنه ضعيف الايمان فاذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر يعني ما ستره الله وامر بستره أنتم كشفتموه فالله غضب عليكم خلاص سقطتوا في الامتحان الأول وفي الامتحان الثاني ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا يعني إحنا بعد ما نقول لكم يا زمان سيكون الظهور إما الله سبحانه وتعالى لم يرد ذلك أو نحن ما نخبركم بذلك حتى واحد لا يجي يقول أنه ليش الآن الأرض مليئة ظلما وجورا ليش الإمام المهدي ما يظهر نقول يعني الناس ما لهم قابلية الله سبحانه وتعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله عين أئمة من الإمام أمير المؤمنين إلى الإمام الحسن العسكري الناس بين ظالم لهم او خاذل او متهم او معرض عنهم، وتقريبا 250 سنه، وحتى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ارادوا ان يقتلوه، فالله سبحانه وتعالى امره بالغيبه، فاحتجب عن الناس تقول أنه إحنا الآن في ظلم إحنا صوتنا نحن المقصرون وإلا الله سبحانه وتعالى معين الإمام وأمره بأن يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا لكن ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى في الظهور إذا إحنا ما لنا قابلية بعد المشكلة فينا وليست المشكلة في قضاء الله سبحانه وتعالى ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هاي الآية الشريفة الإمام يستشهد بها واحد لا لي يقول ليش الله غير التقدير ما كان يدري والعياذ بالله كلا الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء قبل أن يكون عالم بما كان وما يكون وما هو كائن وعالم بما لم يكن علم الله سبحانه وتعالى لا حد له لكن يقدر بحكمة كما أنه يشرع بحكمة ينسخ ما شرعه بحكمة أخرى ويغير التقدير بحكمة أخرى إحنا الآن نقدر نقدم ظهور الإمام؟ الجواب نعم، كيف؟ بالدعاء، بالصلاح، إذا دعونا الله سبحانه وتعالى، إذا صلحت سريرتنا، إذا صلح أعمالنا، الله سبحانه وتعالى يمكن يشوف أنه إحنا إلنا قابلية فيظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وفي الحديث الشريف إن الله يصلح أمر المهدي في ليلة ليلة نام؟ الله سبحانه وتعالى يأمر الإمام المهدي بالظهور الصبح تقوم تشوف الإمام قد ظهر إن شاء الله تعالى لكن نحن نتمكن من التوقيت كلا ان شاء الله في الحلقه القادمه سنذكر ان الذين يوقتون ظهور الامام كاذبون في الحديث الشريف كذب الوقاتون كذب الوقاتون كذب الوقاتون نحن نامل رحمه الله سبحانه وتعالى ولطفه بان يظهر الامام في هذا الزمان لكن نعلم بذلك كله يمكن الامام في هذا الزمان يظهر يمكن في هذا الزمان ما يظهر لأن الأمر مرتبط بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتقديره وهذا مرتبط أيضا بنا إذا دعونا وصلحنا الله سبحانه وتعالى قد يرحمنا إذا لم ندعو أو لم نصلح الله سبحانه وتعالى قد يرانا بأننا لسنا أهلا لهذه الرحمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا خطايانا وأن يرحمنا بلطفه وأن يعجل فرج مولانا صاحب الأمر والزمان هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين